السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. النهارده هتكلم مع صديقي وحبيبي بخصوص الحادثه اللي حصلت امبارح بتاعه البوابات بتاعه الكتة، فهاخد رايه كقائد لسياره وبيتحرك بيها سواء اذا كان شخصي او ايا يكن الوظيفه بتاعته، فحابب ان اعرف منه انطباعه عن الحادثه دي ايه. اتفضل يا محمد. صباح الخير يا جماعه. والله يا محمد، زي ما شفنا من الصور يعني ان العربيه كانت ماشيه بسرعه كبيره جدا، يعني العربيه صورها غريبه جدا، يعني العربيه متفحمه مقلوبه. المقلوبه هم عربيتين، خلي بالك في الصور، صح؟ العربيه مقلوبة واحده على ظهرها، هي صورتين العربيه واحده، يعني عربيه هي نفس دي بعد ما عدلوها. هي لا لا، العربيه بايظه مقلوبه قلبه غريبه، يعني خبطه كانت ماشيه مش اقل من 140 130 مثلا، لان العربيه اتخبطت واتقلبت يعني اتقلبت مرتين تقريبا، صح؟ المفروض ايه؟ لا، هو اكيد يعني اكيد مش نايم كويس، اكيد ماشي بسرعه عاليه، اكيد ما فيش اجراءات سيفتي خالص. طبعا العربيه ممكن تكون انظمه مفيش. الامام ماشي، بتاعتها قطعت، تكون فرامل قطعت ممكن، العربيه. بس اكيد مش هيك عليها قبل ما يسافر يعني، ولا هو هو واخد على ان هو يركب ويدور ويمشي بقى هو وكده. لسه ما فيش حد طلع نتيجه بتقول العيب كان ايه، لا بس هو اللي بس حاصل اللي حاصل. لو فرامل، يعني لو فرامل ضعيفة مثلا أو حاجة، كان قدر يلم نفسه بدري شوية، إنما لا دي سرعة عالية، دي أكيد سرعة عالية وهو ما نامش، انت تعرف ان هو أو تحت العربية دي تأثير المخدرات مثلا خبطت خبطت. الناس اللي كانت بتبيع المناديل في الحتة أوبس. دي يعني هو والاطفال، يعني في هو ناس مش اتصابت ما كتير. قدرش يلم نفسه. لا ما قدرش يلم أه، نفسه. هو نام وكان بيجري، ما نامش كويس، كان مركز بيتكلم في التليفون. أصل البوابات يا محمد كبيرة ومساحة كبيرة، وبعدين الحتة فاضية، فأنت لازم تشوفها في الطريق، وقبل منها كذا ارشادات مرورية فأنت لازم موجودة. تشوفها. هو كان جايب سرعة رهيبة. لا، هو يعني في حاجة غير مفهومة بصراحة. الدرس المستفاد من حادث زي كده هو إن للتوعية، أنت ما تمشيش طبعا لما تكون نايم كويس، مش هيك على عربيتك، ماشي بسرعة الطريق، حاطط حزامك، العربية فراملها باصص عليها، زيوتك، كاوتشك، يعني في وارشادات الآخر الطريق العادية اللي هي قلب سواقة يعني. أصل حاجة حادثة زي دي غريبة، مش يعني غريبة، في سبب غريب حصل. ما نامش مثلا، ما احنا مش عارفين، هو ما فيش اي اخبار طلعت عليه. لسه ما فيش اخبار طلعت عنها لا، اكتر من ربنا ان في يسترها على ناس الناس كلها اتصابت والله. طبعا، بس لازم يا جماعه، اجراءات السيفتي دي مهمه جدا طبعا، في الاول وفي الاخر وحياتك مهمة. طبعا. انت مش حياتك مش ملكك، يعني حياتك مش ملكك، حياتك ملك اهلك، ملك بيتك، ملك الشعار اللي انا اسرتك. دايما بستخدمه في اي قائد عربية من عربيات، العربية وسيلة للتنقل طبعا من طبعا، لمكان لمكان باسلوب امن فقط لا غير. بالظبط. غير استخدمها. ايام بقى اركب اي حاجه، لقيت نفسك ما نمش نام كويس، سافر قطر، مواصلات، سوبر جيت، ما تتحركش بالعربية، انا سافر تاني، اجل السفر، نام ساعتين نركن في ومشي بنزينة واركن في مثلا. حتة ونام ربنا لك ساعة يسترها يا رب ساعتين. على الناس كلها. الصور بصراحه ربنا يسترها على الناس كلها يا رب، صور آمين فظيعه يا يعني مان. يا رب. اللهم امين يا رب حبيبي. نشكرك جزيلا صباح عمك. الفل يا معلم. عفوا.